من سليمان بن جبرين، وانطلق مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، هذا الشوط الأول الرئيسي، هذا هو السن الذي يحسب له كل المضمرين والملاك الحسابات، وتوضع له كل الاعتبارات، وفي الميدان تحضر وتجتمع الشعارات، ويعمل من أجله الجميع بأقصى الإمكانيات والطاقات، لأن الكل يبحث مما لا شك فيه عن الانتصارات. جبارة لسليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين تشارك أيضا في هذا الشوط، وخطافة لعبد الرحمن بن حمد بن محمد بن سعيد بن دجران المري، والعنود لجابر بن سالم بن جبران، وأيضا العنود عبد الله بن سعيد بن الأسود المري، الذيبة لمحمد بن بطي بن محمد آل حسنة، الجذابة لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين، وطماعة لبريك بن فرج بن هليل، وكذلك الوطن صالح بن حمد القمرة، وداهش ناصر بن عبد الله المسند، ومياسة لعلي بن حليس بن علي العفاري، وطموح لرياض بن ثامر السعدون، وغنايم لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي، وخيرة لسليمان بن سلامة الجهني الغالية، خالد بن محمد بن غانم الرومي النعيمي، وجبارة لصالح بن حمد بن مقارح، والعنود لصالح بن حمد القمرة، وأخيرا شديدة لحمد بن عبد الهادي بن حسين آل بريدي. أسماء قمم عرفت في السنوات الماضية من خلال الصولات والجولات التي صالت وجالت مع المضمرين على أرضيات الميادين. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ ونتجه لنتعرف على مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول. داهش على مقدمة الشوط، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند تحتل المركز الأول بهذا السجل الحافل بالإنجازات. ننتقل من داهش لنتعرف على من تتسلل إلى المركز الثاني، العنود لجابر بن سالم بن جبران المري، ودخول وتقدم على العنود من جبارة لسليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين، انتقلت انتقال ممتاز إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما الدور دور المركز الثالث، وهنا العنود لجابر بن سالم بن جبران، ننتقل إلى المركز الرابع، ومن تتقدم هنا براقة لزايد بن منصور المنصور الخيارين، تتقدم إلى المركز الرابع، وتليها على المركز الرابع شديدة لحمد بن عبد الهادي بن حسين آل بريدي. هذا هو نداءنا الأول متابعينا الأعزاء، وأول كيلومترين تنقضي من مسافة هذا الشوط القوي، وهذه الأسماء العملاقة، وهذا السن الذي وضعت له السيوف ووضعت له الملايين. هذا هو متابعينا الأعزاء ينطلق وعلى الهواء مباشرة من هنا، من أرضية ميدان الشحانية، أرضية ميدان التحدي. ونعود إلى مقدمة الشوط، داهش على المركز الأول، وآمال وطموحات هل الخور الذي عودهم دائما هذا الشعار على إرسال السلامات في كل الميادين، على مقدمة الشوط وفي المركز الأول، وناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، بينما الخوف من طموح من تتسلل، أو هنا خطافة أو هنا جبارة لسليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين، وأيضا آمال أهالي المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا السباق وعلى أرضية ميدان التحدي. ننتقل مشاهدينا إلى أعزاء التضمير مع سالم بن شعبول، من يضمر جبارة في هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن تتقدم هنا العنود لجابر بن سالم بن جبران المري على المركز الثالث، وننتقل من جبارة إلى المركز الرابع، ومن تتقدم أو من العنود من تحتل المركز الثالث إلى المركز الرابع، يا سلام
تتقدم هنا شديدة مشاهدين الأعزاء، وتنتقل من مركز إلى مركز. من المركز الخامس انتقلت انتقال ممتاز إلى المركز الرابع، وأيضا من المرشحات لاختطاف هذا الشوط، وفي رصيد الشوط كامل متابعين الأعزاء. ما في هذا الشوط اللي ما أخذت سيارة، ما فيها اللي ما حصلت وجالت وتعرف، سواء للمعلقين أو للمتابعين. شوط قوي ضايع الترشيح فيه يا متابعين. المركز الخامس هنا براقة لزايد بن منصور بن غانم، آل سيف الخيارين على المركز الخامس في هذه اللحظات. ونعود إلى المنافسة، حامية الوطيس داهش على المركز الأول. المركز الثاني هنا جبارة لسليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين على المركز الثاني، وجنبا إلى جنب متابعين الأعزاء هذين الشعارين القويين. يا سلام. إذن متابعين الأعزاء، في هذا الشوط الحساس، وفي هذا الشوط القوي، وفي هذا الشوط النخبوي، الشوط لمن يا متابعين؟ حتى هذه اللحظات ما زالت المنافسة مبكرة لمعرفة بطلة هذا الشوط، ولكن من خلال تقدم داهش وكذلك جبارة اللي جرت الشوط جر. إذن معركة حقيقية في هذا الشوط القمة، شوط قمة وأسماء قمم حضرت، ولكن داهش ممثلة الخور في هذا الشوط وأبناء الخور. يا سلام. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا داهش كما قدم أضواء، وكما قدم العديد والعديد والعديد من الأسماء. آخر كيلو مترين يا متابعين، جبارة على المركز الثاني. يا سلام. الله 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 الله. من الجانب الآخر تتقدم جبارة، تتحرك لسليمان بن حمد بن سليمان بن جبريل، وتتسلل بقيادة أحد الشباب المميزين والواثقين سالم بن شعفول المري، وأيضا تتحرك العنود برصيد ما يقارب الخمس سيارات. من الجانب الآخر جابر بن سالم بن جبران المري تتسلل من الجانب الآخر، وولعت الشوط في هذه اللحظات. العنود بهذا التقدم يشعلها بن جبران، يشعل منافسة الشوط متابعين الأعزاء. 1500 متر وانطلقت العنود، انطلاق تلقائي كعوائدها دائما في المنافسات الحامية الوطيس. يا سلام يا سلام. هذه العنود تتقدم على حساب المشاركات متابعين الكرام والعصاف الابطال، ومثبت الآلي تثبيت بل محن التحنيط. ننتقل لنتعرف على المركز الثاني، تتقدم جبارة لسليمان بن حمد بن سليمان بن جبريل وسالم بن شعفول بالقيادة. داهش يا داهش على المركز الثالث لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، ووصلت شديدة، تتحرك شديدة يا بو يا شديدة، حمد بن عبد الهادي بن حسين آل بريدي، ويصل شعار الخيارين، يصل مزعج المضمرين في أول نداء متابعين الأعزاء، وتصل طموح ورياض بن ثامر السعدون، واختلط الحابل بالنابل. دخلنا في الكيلو متر الأخير، وأيضا تعمقنا في هذا الكيلو الحساس. يا سلام. غنايم وطموح طموح طموح، وأيضا تتحرك من الجانب الآخر الجذاب المبارك بمحمد بن زايد الخيارين وشديد. أيضا على المركز الثالث تغيرت الأسامي يا متابعين، جرت الشوط طموح مبارك بمحمد بن زايد الخيارين كما فعلها في يوم الأمس مع القعدان في شوط الثنايا، وانطلقت شديدة يا بو شديدة شديدة، وأيضا شديدة والجذابة، وأيضا عادت جبارة مرة أخرى، ولكن شديدة بإنجازاتها بسياراتها بسجلها الحافل متابعين الأعزاء، تعود في هذا الشوط الحساس يا متابعين. شديدة وجبارة وطموح وأيضا وغيرها من الأسماء. يا سلام. شديدة شديدة شديدة، وتحركت جبارة. أبناء المملكة يحاصرون شديدة من اليمين واليسار، وانطلق الطموح طموح 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 يا طموح.
طموح، طموح أيضا لها طموح لا منتهى له بهذا الفوز، تختطف أقوى أشواط الحين. طموح سلام يا رياض بن ثامر السعدون على هذا الفوز، ولكن جبارة يا سلام، طموح 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 تختطف هذا الشوط. تهانينا لرياض بن ثامر بن سليمان السعدون على فوز طموح واختطافها لهذا الشوط القمة وهذا الشوط الحساس. تهانينا للمضمر صالح بن محمد اليامي. المركز الثاني جبارة لسليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين. المركز الثالث، المركز الثالث شديدة لحمد بن عبد الهادي بن حسين البريدي. المركز الرابع، المركز الرابع الجذابة المبارك بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الخامس العنود لعبد الله بن سعيد بن محمد بن الأسود. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء. الشوط يحبس الأنفاس، بالفعل أسماء قوية حضرت في هذا الشوط، وبالفعل طموح هي سيدة الحيل في هذا اليوم. تهانينا والناموس والتوقيت المميز، 9 دقائق و31 ثانية جزء وحيد من الثانية. تهانينا والناموس لرياض بن ثامر السعدون. التهاني موصولة للمضمر صالح بن محمد اليامي، وسلام يا طموح سلام. المركز الثاني جبارة وتوقيت جبارة 9 دقائق و31 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين. المركز الثالث شديدة وتوقيتها 9 دقائق و31 ثانية، 29 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن عبد الهادي بن حسين البريدي.